مرحبا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. الشرطة الروسية تعتقل مقاتل النظام السوري بتهمة سرقة منازل في بلدات بيبيلا وييلدا وبيت سحم. القوات اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية تسيطر على مناطق في الدريهمية بمحافظة الحديدة. مقتل فلسطينيين وإصابة آخر في قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي شرقي رفح في قطاع غزة. اجتماع دولي يجمع أطراف الأزمة الليبية في باريس من أجل التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها الراهنة. تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحداث نوع من التوتر داخل غرفة ملابس ريال مدريد بسبب تعليقاته المشيرة إلى إمكانية مغادرته للفريق.